ما تروني يا اخوان، والله العظيم حصلنا على لاعب ايبيك بوستر يا اخوان. سوف نرى اللاعب الذي حصلنا عليه. اوكي اخوان، كما ترون لفنا لفة واحدة، وسوف نجرب ثغرة يا اخي الكريم، وسوف الف معكم وسوف نرى اللاعب الذي سوف نحصل عليه من هذه الثغرة. اذا حصلنا على لاعب ايبيك بوستر فسوف اهدي هذا الحساب الجديد الى احد المتابعين اذا كنت تريد هذا الحساب. المهم سوف ننتقل الى خطوة ثغرتنا. كما قلت وكما يعلم الجميع، ثغراتنا تزيد حظوظك اكثر من 70%، يعني ليست مضمونة 100%. المهم سوف ننتقل عند ديفيد مرتين هكذا، ثم نفس عند اندو هكذا يا اخوان، يعني احاول دون اخطاء. سوف ننتقل عند باوتو الريس مره واحده والاطلاع على احصائيته، ثم خصيصا مرتين، نفس عند النصيري. سوف ننتقل عند روبن دياس يا اخي الكريم مره واحده والاطلاع على احصائيته هكذا، لننتقل بعد ذلك عند جيلبرتو سيلفا ثلاث مرات. سوف ننتقل بعد ذلك عند بيركام مرة واحدة والاطلاع على احصائيته، ثم اربع مرات يا اخي الكريم عند باتريك فيرا دون الاطلاع على احصائيته، ثم المرة الثالثة والرابعة. بعدها مباشرة يا اخوان سوف نقوم بالرجوع واللف باللفة المجانية وبالكوينز. وكما ترون يا اخوان، والله العظيم حصلنا على لاعب ايبيك بوستر يا اخوان. سوف نرى اللاعب الذي حصلنا عليه. اوكي يا اخوان، كما ترون بيركام، يعني الثغرة مضمونة يا اخوان، يعني كما ترون حصلنا على بيركام من اول لفة، نعم من اللفة المجانية.